انا عندي علاقتي بيني وبين الخيل شي حاجه بزاف. الاسم ديالي هدى كبداني من مدينه سلا الجديده، 23 سنه، مدربة خيول ومعالجة وفارسة. منذ الطفولة كنت بشي حاجة نتاع الخيل. كانت أختي ديالي كتشجعني على ركوب الخيل، كانت هي كترسم دي بورتري، وأنا كنت كنعشق من اللوحات ديالها الجماليات ديال الخيل. وهنا بدا العشق ديالي وبدات الانطلاقة ديالي في ركوب الخيل. منذ 10 سنين تقريبا، دابا من عمري 23 سنة، بوندون تكون شي 15 عام بحال هكا وانا في هذا المجال ديال الفونسي. انا دخلت لهذا المجال حيت انا حببت الخيل، وكما كنقولوا انا حببت الخيل والخيل حبباتني، يعني كان واحد التبادل بيناتنا وكان واحد الانسجام اللي خلاني نكمل في هذا المجال. وعلاش لي ما ناخذش انا الكارير ديالي ونولي استاذه ونولي اون طون مدربه ونعطي الفارسين فهم نقريهم اكثر، وتكون واحد الحاجه اللي ماشي غير عشوائيه اللي كنعرفوها، يعني كتكون فيها الدراسه. يعني كان كيجي فارس لعندي كنقري كنعطيه لا براتيك والتيوري، يعني كيولي فارس محترف. بالنسبه لمن تدرب في المغرب حتى للسعوديه، كانت تعرض عليا باش نختار باش نمشي للمملكه العربيه السعوديه، تما ندرب بنات فارسات بحكم ان النادي يعني نسائي. وافقت، كانت اول تجربه ديالي اللي كان حتى غير ما بين العيالات، ما كاينش يعني رجال خدامين معنا في ذاك المجال بتاتا في الفرنسيه، يعني غير العيالات. وكانت اول تجربه، وكانت اون طون حتى التجربه للخيل، لان هما متكيتميزوا بالخيول العربيه الاصيله. دونك حنا اللي ما كنخدموش بها هنا في المغرب بزاف، بحكم حنا في المغرب معروفين بالخيول العربيه البربريه، معروفين بالانجليزيه، ولكن العربيه الاصيله قليله عندنا، ما عندناش بواحد الجوده بحال دول الخليج. وهنا فين خلاني نمشي باش نكتشف ونزيد نوسع المجال ديالي باش نعطي فيه اكثر. بصح الاضواء ما كاينينش في المغرب، بالنسبه لحنا باقي عندنا واحد الحصه ما بين المراه اللي كتكون كتشتغل، اللي هي هوايه او مهنه اللي كتكون كيشتغلها غير الرجال فقط، يعني ما محتكاش على العيالات كاملين. ملي كيشوفوا واحد المراه دايره هذاك المجال، هنا كيولي كيقول لك ما يمكنش، يعني واش المراه غتقدر انها تقبض الخيل، واش غادي تفرج العاود، واش غادي تركب. هنا كيولي عندهم يعني واحد ردود، ولكن هو راه المراه تقدر دير اي حاجه، بحكم المراه احنا المغربيه كنعرفوها عندها مستوى عالي في اي مجال الحمد لله، كتاخذ الامور ديالها مضبوطه. يعني هي بالعكس، راه الا شتات الا تعاملت مع العود ولا الخيل بيتو، راه بحال تعاملت مع البيبي ديالها، راه هي اللي كتنظف، هي اللي كترعى الماكله ديالو، هي اللي كتكون كتحمي اكثر من بزاف ديال الحوايج. دونك حنا المراه ما يمكنش نجيو نهمشوها، نعطيو مجال للمراه، وحنا هذا المجال ديال الفرص اللي حنا من عاد عندنا نحاولوا نشوفوا من جهته ونشجعوا النساء اكثر على هذا المجال، لان كاين البنات اللي ما شاء الله يستحقوا يكونوا في هذا المجال الفروسي هنا في المغرب، عوض اللي غنخرجوا برا المغرب نبقاو هنا في بلادنا ونخدموا في بلادنا. ما غنقولش لك انا كاول مدربه، كاين المدربات وربما هما ما باينينش في المجال، بحكم انا بنت لانني درست وخديت الديبلوم ديالي حجزت في 2013. من هنا بدات الانطلاقه ديالي، يعني قراو معايا انا بنات وقراو معايا دراري، ولكن ما تفوقوش ما كملوش، يعني باش تجيو تكملي في هذا المجال صعيب، ما كايناش يد المساعده، يعني كطيحي وكتنوضي كتوقفي على لابي ديالك لرجليك انت اللي كتحاولي انك باش تعطي اكثر. دونك انا حاولت نستمر بحكم انا عجباني هاد الميتي هادي، استمريت وقاومت والحمد لله وصلت. وما كنقولش غير انا اللي كاينه، كاينين وراء الناس، يعني بنات من ورا ظهري، وكنتمنى حتى هما يبانوا في هذا المجال وحتى هما يعطوهم افاق باش يبانوا ويزدوا القدام. انا عندي علاقتي بيني وبين الخيل شي حاجه بزاف، انا مولوعه بالخيل، يعني ملي كنقول مدمنه على الخيل ما نقدرش نوقف مون كارير ديالي،
ولا حتى نوصل لواحد السن اللي هو غيقدر يوقفني في العمل ديالي ما غنقدرش. هذا ليس مانع انني ما نشوفش الخير. نبغي ننصح اي واحد يلتجئ لاي هوايه قريبه ليه كيحببها، يلتجئ المجال ديال الخيل، بحكم حنا الخيل كنعرفو كيحيد لك ستريس، كيحيد لك شجاعه، كيخليك قويه، كيزيد من الطموحات ديالك المستقبليه. دونك الانسان اللي ما غيسعفوش لحد يعني ماديا، كاين دي كلوب اللي غيقدر ياخذ فيهم ان بالاد بواحد الثمن اللي كيكون رمزي ويقدر يستمتع بالوقت ديالو. يعني هاد المجال راه ماشي ما كيتوقفش غير عند الغني، راه جميع الطبقات كي لا جميع الطبقات كيحتلوا هذا المجال باش انه يكون ولكن الا كنتي انت كهاوي بيان سيغ كيكلفك باش توصلي لواحد المستوى ديال المدربه ولا ديالها كيكلفك. ولكن باش نكون انا غير مجرد هاوي، يعني غنبغي هذيك الهوايه غير يعني نشوف هذاك الخيل نستمتع بداك الوقت ديالي، كاين دي كلوب اللي كيوفروا لك هاد الاوقات ديالك اللي كتجي لك يستقبلوك باحسن استقبال وكتاخذي امبالاد ديالك كما قلت يعني بواحد الثمن اللي هو رمزي وميم طون كتستمتعي بالوقت ديالك.